السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدلين، مش هنقول لكفاءة ولا للقدرة، لكن معدلين للأداء. دايما أما بحاول أكلم أولادي أو أتسأل إيه هي المعدلات اللي ممكن تقول إن أداءك كويس، أداءك في الحياة، إن أنت يبقى اختيارك صح. وده ساعات إحنا بنشوف أولادنا بيستراجل شوية في اختياراتهم، سواء اختيار الزملاء أو الأصدقاء أو الويب سايت، أو زي ما احنا شايفين في الآلام اللي بتعتصرنا وبتعتصر أمتنا من حوالينا، وإزاي إن احنا ممكن نصحي نفسنا علشان فعلا الأكلة إلى قصعتها تداعت، وإن احنا يجب إن احنا نغير ما بأنفسنا عشان ربنا يغير. ففي معدلين دايما الواحد بيذكرهم، بيذكر نفسي بيهم وحاططهم قدامي للاختيار، وده اللي المفروض الأولاد بتاعنا وللبسطاء وللعامة، زي ما بنشوف دلوقتي الكركري والتيجاني وهذه ظواهر الشرك اللي واضح إن احنا كنا غافلين عنها، وابتدى مش الإناء ينضح بما فيه، يا ريته إناء. ده الواحد مش عايز يذكر ألفاظ، لأن محور الحديث النهارده عن النور وعن الطهر، وهم دول الاتنين اللي بقول عليهم هو معدل الاختيار أو معدل الأداء اللي الواحد لازم يبقى دايما حاططهم قدامه. وأولادنا لما يجوا يختاروا في أي حاجة في حياتهم، يختاروا أصدقائهم، يختاروا طريق يسلكوه، يختاروا مجتمع يعيشوا فيه، لابد ان هم يركزوا على النقطتين دول، النور والطهارة. ما معناها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال في القرآن: الله نور السماوات والأرض. لما تبقى في النور ما تعملش حاجة غلط. الشيء اللي انت تخاف تعمله او تختاره او ان انت تتصرف بيه امام الناس يبقى شيء غلط. لو انت الحاجة اللي انت ناوي تختارها او تعملها لا تجرؤ انك تواجه بيها الناس، وطبعا ان انت المفروض تبقى شايف الله ومعيته حواليك، لكن ها نفترض ان احنا بيغيب عنا، اللهم احفظنا، احساسنا بوجود الله، استغفر الله العظيم. لكن على الاقل اما تستشعر انه لو ابويا شافني او عمي شافني او احد الاقارب او احد الجيران وانا بعمل الحاجه دي وانا اخجل منها او لا استطيع ان انا اعملها في النور، فتاكد ان ده مؤشر بيقول لك اللي انت بتعمله ده خطا وغلط. وده اللي احنا بنشوفه، يعني هذا الرجل اللي ظهر أو هذه الطرق التي ما أنزل الله بها من سلطان في مجتمعاتنا، وهذه التصرفات اللي احنا بنشوفها اللي هي خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا، وهذه التصرفات الخارجة عن الدين بتاعنا، سببها إن احنا مش شايفين النور ده ومش عايشين في النور ده، ومعيار النور المؤشر ده مش شايفينه قدامنا. بنتصور إنه إن أنا أقدر أعملها في الخفاء وأنجو بفعلتي منها، وده ساعتها اللي ما تقدرش تعمله في النور، فتأكد إن هو خاطئ. ده أول مؤشر. المؤشر الثاني الطهارة أو النظافة، يعني يقول لك الواحد ده نظيف، نظيف بس مش في الشكل والخارجي، لا، ده نظيف، ده نظيف داخليا وخارجيا. بمعنى إن الطهارة في الإسلام والنظافة في الإسلام والشخصية الإسلامية والشخصية العامة حتى اللي احنا متفقين عليها في عاداتنا وتقاليدنا هي شخصية نظيفة خارجيا وداخليا. هتلاقي أول باب وباب كثير جدا، يعني لا تصلح به كثير من العبادات بعد كده، هو الطهارة. يعني الطهارة هتلاقي أما تفتح كتب الفقه هتلاقي باب الطهارة ده أول باب. الصلاة لا تصلح بدون طهارة، مناسك الحج والطواف حوالين الكعبة لا تصلح بدون طهارة، الزكاة حتى يعني تطهر زكاتك
ما ينفعش تمد ايدك. وطهاره زي ما قلنا مش بس في المظهر والشكل الخارجي، ان الواحد يبقى شكله حلو، يبقى لابس حلو، ودي ساعات بتغيب عنا جزئيه كبيره جدا، والواحد بيلاحظها لما بيروح المسجد. يا جماعه اللي يروح المسجد ده، انت رايح استشعار ان انت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. خلي ملبسك كويس، قولش تلبس بدله ولا تلبس، خلي مظهرك نظيف، انت واقف امام الله سبحانه وتعالى، خلي رائحه فمك نظيفه، خلي يعني في احاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام: من اكل ثوما او بصلا فليعتزل مسجدنا، او ف يعني من اكل ثوما فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. يعني او من اكلها من هذه البقره الثوم والبصل والكرات فلا يقربن في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأقصد أنه النظافة الخارجية مطلوبة وأساسية. طب النظافة الداخلية، نظافة القلب وطهارة القلب وطهارة اللسان، الجزء اللي الواحد بيشوفه غاب عنا تماما، يعني الفحش في القول لقيناه على صفحات الفيسبوك وعلى صفحات التواصل العام وفي الشارع، التلفظ بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. يا جماعة ده خارج تماما عن الروح اللي ربنا رسمها لنا والطريق اللي المفروض كلنا نسلكه. شوف القرآن، وده على فكرة اللي بيفرق الدين الإسلامي والقرآن ككتاب منزل من باقي الكتب التي حرفت. شوف اللفظ القرآني وجماله وأدبه. يعني الله الله، يعني شوف كلام الله سبحانه وتعالى لما حتى بيتكلم على نساؤكم حرث لكم. ايه ده، ايه ده الجمال ده؟ ما قالش لفظ يعني يخدش الحياء، ما قالش حرث لكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. لما يجي او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، الغائط الارض المتدنيه اللي الواحد بيعمل فيها الفضلات او القدرات، شوف اللفظ الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره، يقول لك او لامستم النساء. شوف اللفظ الادبي في القران، لامستم، ما قالش الفاظ خارجه اللي احنا بنسمعها وبتخدش الحياه، ونبقى على صفحات التواصل الاجتماعي نكتب حاجات وفيها من الزميلات والفتيات والعفيفات. يا جماعه لا بد ان انت زي ما بقول لك تبقى مقياس ومعدل الاداء او الاختيار. دايما لما تختار حاجه سواء هتسلكها او هتقولها او حاجه، اختار الجزئيتين دول، النور واختار الطهارة والنظافة. شوف ربنا لما بيذكر حتى على قوم لوط، يقول أتأتون الذكران شهوته، أو أتأتون الرجال. شوف اللفظ يا جماعة، ما قالش بقى الفحش من القول، شوف الديسكريبشن، شوف تصوير القرآن لي. شوف ربنا لما بيوصف قوم لوط، يقول قوم لوط وذرهم في او في سكراتهم يعمهون. يعني شوف قال الوضع بتاعهم سكرات، ما قالش لفظ تاني ولفظ خارج. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. شوف اللفظ برضه، يعني فعلا الا ان في هذا الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، هو القلب. فلا بد عندنا من ان احنا نرجع تاني، علشان زي ما بقول الكلام بتاعنا ده لابد من تطبيقه، وهو مش كلام فض مجالس ولا تضييع وقت. انا بقوله ليا وبقوله لاولادي وبحاول اقوله للناس اللي حواليا، ويا ريت انتوا كمان يعني لو شايفين ان في نفع او في فائده، يا ريت كلنا نحاول ان احنا نتناصح بيه او ننصح انفسنا بيه، انه حالنا لابد ان يتغير، والتغير لابد ان يبدا من الفرد، وساعتها ربنا يفرجها علينا، يصلح من أحوالنا ويصلح من بلدنا، ونشوف الحاجات اللي زي ما بقول أوصارنا بتتقطع، وفعلا تتداعى عليكم الأكل كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أو نحن من قلة يا رسول الله؟ لا، بل أنتم كثرة كغثاء السيل. إحنا غثاء السيل يا جماعة، مش هينفع نقف. بصوا النصر قادم، إحنا مشكلتنا هنبقى مع الركب ده ولا لا. الواحد زعلان إن إحنا مش هنبقى معاهم لما النصر يتحقق. احنا فين من النصر ده؟ اولادنا فين من هذا النصر؟ النصر جاي. يعني يا ربي كما بدأ الاسلام غريبا فانه يعود غريبا، الا فطوبى للغرباء. الغرباء بس اللي هم اللي هيبقى ليهم حظ، ولا احنا لينا حظ واولادنا ليهم حظ؟ نسأل الله السلامة والعافية،
ويمكن لما نبدأ ربنا يرحمنا ويغفر لنا. الطريق طويل وشاق، لكن الأمة الواحد بيعتصر الألم اللي بيحصل فينا وفي أهلنا في غزة وفي السودان ودي في لبنان ودي في كل بلادنا العربية والإسلامية. نسأل الله السلامة ونرجع تاني لديننا، وإن احنا نطبق عسى ربكم وعسى ربنا أن يرحمنا. نسأل الله السلامة وطريق الرشاد، وإن احنا بإذن الله تعالى نرجع إلى الطريق الحق والطريق الصحيح. ما تنسوش الحلقة دي بتتكلم على مؤشرين للاختيار. لو أبنائنا عايزين يختاروا ومش عارفين أنا أمشي تبع الشيخ ده ولا تبع الشيخ ده، أنا أختار الطريق ده ولا أختار الطريق ده، بص على حاجتين. لو الطريق ده فيه نور وتقدر التصرف اللي هتعمله ده زي ما بتعمله في الخفاء تقدر تعمله قدام الناس وتواجه بيه الناس، والأحرى إن أنت تبقى تستشعر إن ربنا مطلع عليك، يبقى أعمله. المؤشر الثاني ألا وهو الطهارة والنظافة والعفاف. لو الكلام اللي هتقوله، لو الفعل اللي هتقوله روحه تتمشى مع هذه الطهارة، طهارة الخارج والداخل، طهارة القلب واللسان والجوارح، اعمله واتكل على الله فهو خير. الاختيار مؤشره في رأيي جزئيتين، النور والطهارة. جزاكم الله كل خير، أفضلنا عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا.